اش بغيتي الا جيتي تلعاني تنهلا دارت فيا هكا قعدت فيا عينيها ماشي هما هادوك ناضت عطاتني وليدي واحد الطرشه عرفتي توضرت راه الروسه باقي فاصمت وضروك مع عمري حيدتها. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في منطقه سباته بالدار البيضاء عند امي عائشه. امي عائشه من مواليد 1930 تبارك الله دات وجابت في الدنيا. الوضع ديالها كيعلم بها الله عز وجل، عندها واحد الابنه شيئا ما فقدت العقل ديالها ولات تتعرض للضرب والجرح. هاد الابنه وهاد السلوكيات ما تتعمدهمش، ولكن الضحيه هي ام عائشه. شوفوا معايا القصه. ام عائشه عاودي ليا على البنيه ديالك، عاودي ليا على البنيه وكيفاش كتعيشي ومني ضرباتك. على الضرب كيفاش كانت اي حد كتمشي كتكمي داك الحرم تاع الحشيش، ولكن ما عمرها دارت شي حاجه زعما وضربتني ولا ناط فيا ولا ما عمرها دارت ليا شي حاجه. هذاك النهار خرجت تلات في الليل، جات قلت لها فاتحه ما بقاش تخرجي في الليل بنيتي، دزي دخلي قبل رمضان هاد الشيء. قالت لي يما وانا كنخرج كنخرج من داك كنخرج نقلب على الكارو. قلت لها وخرج بقلبي على الكارو وجيبيه وكمي هنا ديري في الدروج وكمي حيت جيران كيقولوا لها ما تكميش معانا هنايا. قالت لي صافي ما بقيتش نخرج امي. داز واحد يومين خرجت مشات، ملي خرجت مشات غبرت عليا، خرجت نقلب عليها لقيتها جهه العوينه هي لتحت. قال لي يحيى قال لي ولدها يلاه ماما هي امي هي كاينه هنا. ملي مشيت ليها لقيتها باركه شاعله كارو كتكمي. قلت لي يا بنيتي حرام عليك، واش انا ديما نبقى تابعك في الزنقه؟ قالت لي راه اش بغيتي الا جيتي تابعاني تنهلا دارت فيا هكا قعدت فيا عينيها ماشي هما هادوك. ناضت عطاتني وليدي واحد الطرشه عرفتي توضرت، عاد داري لي مسكين اللي معايا شدني وليدي تقعدني قودني جابني لهنايا. جات هي قلت لها محشومه عليك ضربتيني. قالت لي انا ما ضربتكش انتي. قلت لها شكون ضربتي؟ قالت لي ضربت ديك المسخه اللي ديما تابعاني. سكتنا كواك الغد لي تاني مشات غبرت. ملي مشيت تبعتها تاني بغيت نجيبها لقيتها مع واحد البنت هنا كتبيع القرقوي. قلت لها اش كديري هنا؟ قالت لي يا ام عائشه انا غادي نديها لك حتى للدار. جابتها حتى لهنا عطاتها الفانيده قالت لها ديريها تحت لسانك باش تنعسي. قرقوي تال هذيك الليله فاش عطاتو ليها ايوا هي هذيك خرجت هي بقات هنايا. دخلت واحد البنت قالت لها ما قلبتي المول جابيد خرجتي يا ربي خرجت وقلبت المول جابيد ما عندي يالو. هي مسكينه مريضه هي. هي راه مريضه ما انا عارفه مريضه. قلبت ليه جابيل والقراعي وداك الشيء. دخلت الدريه تبعتها هي هنايا وانا تما قاعده. الدريه وقفت تم واحد الدريه هنا يقول لها كبيره. قالت لها ياك حمار الفاعله يا الصانعه تي هضره ما فيها ما تسمع. قلبتي المول جابيل ديالي شكون غادي يخلصهم لي انتيا؟ غتخلصهم لي امك اللي ما عندها تما تاكل. هي غايه تسمع ديك الكلمه تاعت امك ما عندها ما تاكل. رفدت لي العكاز من تما حدايا. راه الروسه باقي فاصمت وضروك مع عمري حيدتها. عطاتني بعد ضربتني هذه الضربه وليدي ما نكذبش عليك عمرك ما سحب الدم ديالنا حار. ملي دخل لي العينية حرقني من هذيك النهار وانا مريضه بالعيني. قلت لها فاتحه كف يا بنيتي لا اله الا الله. وديتوها للطبيب مسكينه ديتوها للطبيب داوها للطبيب لحقوا لي للسبيطار القوني. يلا خرجت من هذاك السكانر ولا تقولوا لي قالوا لي يا بنتك راه انت هي عايشه. قلت لي هي. قال لي يا بنتك راه جناها معانا ها هي هنا ها هي مخليناها في الطوموبيل برا دواء الدواء. قال لي واش غادا تبعيها في المحكمه كيقيدوا. قلت لي لا كتبقى بنتي ما نقدرش ندفعها للمحكمه. وزيدون ما عمرها ضربتني ما عمرها. هاد النوبه كتاب لان مكتوب هذاك الويل اللي عطاوها راه ضربتني وانا ما نقدرش ندفع بنتي من الحبس. صافي هذه هي. ومني مشات الدواء للطبيب الدواء ورجعت للدار
راه قعدت عندهم 15 يوم. أييه. وكان مشي نشوفها كتقول لي الطبيبة لا ما تشوفيهاش. أييه. النوبة الأخرى مشي ديت لها شي حويجات وديت قال لك ديري لها التنازل، لا ما بغيتيهاش تمشي لهذا ديري لها التنازل. طلعت وهبط على التنازل وتعاونوا معايا الناس ودرت لها التنازل وديتو ليها ها الورقة الأصلية باقا عندي نيت ديال هذاك الشيء. ملي ديت لها التنازل قالت لي دابا صافي أنتي جيتي لها الدواء وجيتي لها التنازل حتى لهاد المرة بعد تجي تشوفيها. كنت معولة هاد الاثنين غادي نمشي نشوفها الثلاث يا ربي، كنت غادي نمشي نهار هاد الثلاث اللي فاتت. قلت لي من نهار الاثنين قلت لي مغدا غادي نمشي نشوف فاتحة. إوا نهار الاثنين غا دخلت مع المغرب أنا قاعدة هنا يا سلام أنا ومرت ولدي كانوا غزدوا في الفطير، عاد قالوا فاتحة فاتحة بردوا عليا يدي يا وليدي وطحت. خلعت قلت انا وقيلة ماتت ولا طرات لها شي حاجه. قلت لهم مالها؟ قالوا يا هي جات طقعت عيني لقيتها واقفه تما. مسكينه طلبت منك المسامحه انا سامحه عليها. لو هي مسكينه ماشي قصدت، هي عرفتي بانه مسكينه المرض ديالها. ما تقوليش عليها دابا، عارفها مريضه عارفها باقا مخروعه. واخا واخا دابا ام عائشه انت شكون اللي كيعاونك؟ ما عندكش وساكنه في هذا البيت، كيفاش كتعيش؟ وتقول اوليدي وتقول فران كيدخل عليا كان ما عندي شي حد موارفين، الناس كيجيبوا لي المعاونات. هاد العام جوج الناس اللي جابوا لي المعاونه صافي. وباش كتعيشي انت؟ ها؟ باش كتعيشي؟ كنعيش اللي قسم الله. كنمشي نضل الخارجه، كنمشي للجامع، كنمشي لواحد الشارع كنقعد فيه، كيجيب الله فران كات. وفي العشيه ملي تم جايه كنتقدى داك الشيء اللي خاص المحيل ونجي في حالاتي. وما راه والو، ما عندي لا نتريت لا حتى حاجه والو. الله سبحانه الله يسترك اميمتي، الله يسترك اميمتي. امين اوليدي. شكرا اميمتي، الله يحفظك الله يحفظك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذا هو الشق الانساني المحض. ام عائشه تزادت في 1930 يعني حوالي 80 سنه تعاني الامرين. البنيه ديالها كان عندها استقرار عادي، من بعد المرض قدرات انه تبلى مختلط بامور اخرى، دات عندها سلوكيات شيئا ما اجرام لانه ضرب الوالدين، ولكن النيه الاجراميه ما تابتاش لانه البنيه ديالها فاقده الاهليه في الظرفيه اللي ارتكبت في هذا الجرم. ما يهمنا اكثر في الموضوع هو هذه الام بالدارجه المغربيه كتزار، ما عندهاش مسكينه كتمشي حدا الجامع وكنطلب، كلنا كنطلبوا الله عز وجل، وهذا هو دورنا في الشق الانساني، كنطلبوا الله عز وجل وجه المغاربه وحنا في شهر رمضان اننا نضعوا رقم الهاتف ديال ام عائشه، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.